أفكار وتخيلات وأماني لتطوير لعبة سكور ماتش. في البداية أرجو منك أخي سريعاً أن تدعم جهودنا بالضغط على زر الإعجاب، وأن تشترك معنا في القناة، وأن تفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. السلام عليكم. موضوع هذه الحلقة هو بعض الأفكار والتخيلات والأماني في لعبة سكور ماتش. هذه الأفكار التي سنطرحها هي أفكار قابلة للتطوير من قبل شركة FTG، وهي أفكار ستساهم بالتأكيد في زيادة شعبية اللعبة والإقبال الكبير عليها. إذا كنت بالفعل تريد تطبيق هذه الأفكار، يرجى إبداء رأيك في التعليقات لنساهم جميعا في إيصال هذه الرسالة إلى شركة FTG. أول فكرة معنا هي السماح للاعبين بأن يكملوا كامل المباراة، وعدم إنهاء المباراة عند تسجيل أحد اللاعبين هدفين. تخيل معي أخي المتابع كم ستكون متعتك وأنت تسجل أهدافاً كثيرة في نفس المباراة. ستقول لي حينها بأن خصمي سيخرج من المباراة لو سجلت عليه أكثر من هدفين. هذه المشكلة تستطيع أن تحلها الشركة بإصدار نظام المكافآت، وهذا يعني أن يحصل اللاعب الفائز على مكافأة الفوز، وأن يحصل اللاعب الخاسر على مكافأة إكمال المباراة بروح رياضية، وإذا خرج من اللقاء قبل نهايته يخسر مكافأة إكمال المباراة. هذه الفكرة سهلة جداً على شركة FTG، وتستطيع تطبيقها بكل سهولة. ستكون الفكرة أجمل لو كان تطبيقها لديك اختيارياً، يعني أن تكون في اللعبة إعدادات لإكمال المباريات كاملة، أو البقاء على الوضع الحالي، وهو انتهاء المباراة عند تسجيل هدفين. هل أعجبتك هذه الفكرة؟ إذا أعجبتك شاركنا رأيك في التعليقات بكتابة أعجبتني الفكرة الأولى. ثاني فكرة معنا هي السماح للاعبين بتحديد انتهاء المباراة عند تسجيل عدد أهداف معين، وهذا يعني أن يكون لديك إعدادات لتحديد انتهاء المباراة عند 10 أهداف مثلاً. ستساهم هذه الفكرة في زيادة إثارة التحديات بين الأصدقاء. تخيل معي أخي المتابع أن تتحدى صديقك بالفوز عليه ب10 أهداف نظيفة، وتلعب مباراة واحدة لمدة نصف ساعة مثلاً. سيكون هذا شيئاً جميلاً بكل تأكيد. هذه الفكرة سهلة التطبيق أيضاً من شركة FTG. والآن، هل أعجبتك هذه الفكرة؟ إذا أعجبتك شاركنا رأيك في التعليقات بكتابة أعجبتني الفكرة الثانية. الفكرة الثالثة معنا هي عرض ترتيبك المحلي والإقليمي والعالمي، وهو نظام منتشر في معظم ألعاب العالم، وهذا يعني أن بإمكانك أن ترى ترتيبك في اللعبة على مستوى الدولة التي تعيش فيها، وعلى مستوى الإقليم الذي توجد به دولتك، وعلى مستوى العالم كاملاً. ستساهم هذه الفكرة في زيادة نشاطك في اللعبة ورفع مستوى التحدي على المستويات الكبرى. ستكون هذه الفكرة جميلة بكل تأكيد، وتطبيقها سهل جداً على شركة FTG. هل أعجبتك هذه الفكرة؟ إذا أعجبتك شاركنا رأيك في التعليقات بكتابة أعجبتني الفكرة الثالثة. الفكرة الرابعة وهي الأخيرة لدينا اليوم هي الدوريات الإقليمية، وهي تعني أن دوريات وتحديات سكور ماتش الحالية أصبحت قديمة جداً ومملة ولها نفس النظام. لماذا لا تكون التحديات على مستوى الدولة التي نعيش بها، وبطل الدولة يمثلها في دوري القارات، وأبطال القارات يلعبون في تحد يشبه كأس العالم؟ في الواقع، إن هذه الفكرة صعبة بعض الشيء، وتطبيقها ليس بذلك السهولة على شركة FTG. لكن تخيل أخي المتابع لو كانت هذه الفكرة موجودة، ستصبح لتحديات سكور ماتش رونق ومتعة لا مثيل لها، وسيكون انتظارك لهذه التحديات بكل شوق ورغبة في اللعب. هل أعجبتك هذه الفكرة؟ إذا أعجبتك شاركنا رأيك في التعليقات بكتابة أعجبتني الفكرة الرابعة. كانت هذه أفكارنا اليوم لتطوير لعبة سكور ماتش، ولجعل تجربة اللاعبين أجمل وأمتع. لا تنسى أخي المتابع الإعجاب بالحلقة والاشتراك معنا في القناة، والسلام عليكم.